هو تواضع شافني اللي 6 ساعات هنا تواضع شافني. بس والله هاي بوم لك صمت صمت شوي شوي ابو ما يدري احنا ما عندنا هيك بالسويد. بس والله ميك شيك والقران ميك شيك والله في شدارك تضرب السكر عندك توديك المستشفى. انكيدو اسيدك انكيدو على اساس ما سمعنا ما يسمع معي حموت. لا لا تموتي بسم الله عليك. منورين منورين رحم الله والديك دزيتيني مواطع على قد جاملتيني هم دعوتهم. بس احنا جايين نباع عليهم مثل الفقر. هاي دا اشرب ماي يعني حتى مو بيبسي. ياس ياس مين فاكين برو تسوي لازم بيران وردة بيران. أقول شو أقول الأمير؟ ما أقدر أقول الأمير أي شيء. رحم الله عليكم برت قلبي الله شاهد. إحنا ساكنين بيه ماكو شيء. لا خالة ما سمعش. قولي هاي ما مش قد ما تريدين ما راح يسمعك أبدا لأنه حساس الصوت قاسى. ده تسمعني حسني؟ شوية. الله يساعدك يا معود. حبيبي شو أخبارك؟ ايش جاي تشرب كابتن؟ رايد وقف الموسيقى شلون شخبارك؟ امير الله يساعدك اموري حبيبي باش جاي اقولهم بس خلي يسلم علي اقولهم بس بتش هذا خلي يسلم علي حبيبي الله يسلمك. شوف راجع باكر نوصل ان شاء الله على نفس الطياره؟ لا لا هذا وديت احكي لهم قول والله والله قلت له راح احجز نفس الطياره مالتك. قال امير لا تجي بطيارتي. قلت له ليش؟ بس قال انا اذا تقدر تاخذ طياره احسن اخذ طيران. انا راح اطلع بالساعه 3 بتركيش ايرلاينز وهو راح يطلع الساعه 3 وربع ببيجاسوس. زين انا قلت له احجز بيجاسوس معاك. قال لي لا. قلت له احجز لك تركيش ايرلاينز معاي. يقول لي لا. قال احجز تركيش ايرلاينز انت احسن لك. فحجزت البيجاسوس مالي طيارة اركب طيارة. بس راح نوصل نفس الوقت. هو 10:05 انا ساعة 10 يعني نلتقي بالمطار كوبنهاجن 10 بالليل. هو اللي ما يريدني بطيارتي شو اسوي بعد؟ بس حلو ها حلو شوف بالكوبنهاجن توصل انا اشوفك فوق فوق هيجي اسلم عليك هيجي فوق انا اسلم عليك فوق امشي يعني بالوحده يعني من هنا قاعد ايش والله سويت بيها بالوحده من هنا كلش دوم صباح اليوم صح ابو الله قلب الله يبرد قلبك لازم تدخلون هنا نروح بالوحدة نطلع لا عندي هو سمعني سدى سوليج دباوع هو غير باوع باكر الساعة بيش مركز على ستور دا شوف عم ربع تاقل ولا أمي مام مثلا بالوحدة ساعة ساعة بثلاثة بس اي هو من تحتي بدك تستيبك لا متونس انا متونس وين بدك تستيب انا وين بدك تستيب وين سجينه رمضان كريم عيون عليكم يا حبيبي اس عافيه اس عافيه قلبي اس عافيه احنا كلش متونسين وياكم الله شاهد. زين احنا 10 9 7 جربتها
يعني بالافريج نطلع 8 8 سوي 8 بس تاج الشيخ من جديد هذا غير يلا فاكه فاكه هي فاكه يعني شو اقول لكم طلع ماي منها ها حلو حلو الصوت اختفى منكم همين اختفى الصوت اختفى الصوت يا حمزة ماكو صوت لو ماكو صوت هسه رجع صوت ماكو ممتاز هسه رجع لا الصوت 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 اختفى برو من دني تباك انا يودت يودت في شمال سامعين نو نو هابي نو هابي دم في شمال ليتس والله سكيف دمان يتير حبيبي هسه سامعين مية مية شباب وبنات هاي الأغنية تدمر هاي الأغنية هاي أغنية المفضلة هاي راد لها نظارة هاي الأغنية كيف كله من يعرف هاي الأغنية شنو من هاي يعرف هاي الأغنية شنو على السريع كتبوا كتبوا اسم الأغنية يعني كل شيء كل شيء سوى جد لك شيء بيا سويش شو ماشي جابوا لنا اش نديكم هاي بياخذ كله ما حد يضيفنا الله شاهد من عشرة بهاي شاكو بهاي والله ماشي جيكم خلي خلي اشرب مي عندكم مبرد انسولين ها انسولين انسولين شنو هذا خبز انت حجزتها شلون هو جابها هم جابوها هم جابوها حلو اقول لك ضيافه شنو حجز ضيافه هم 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 والله هديه حلو كل عام ودي منهم 10 من 10 اخي صوري شنو بلا هاي شنو دونات شنو هاي تفاح كيوياي موطن شنو شنو خشب ولا شنو بس الخشب مليون شو كنا هذا ما في ما في شيء مجال لنا هاي تخرجوا قلنا من قبل شو هاي تشيز كيك صغيرة بس هذا ما عندك مجال هنا ها مجال هنا ماكو للبيت بابا سفر لا تحكون انتم سفر للبيت نجرب احنا ايش قد نحكي قالوا هاي هاي طيبه نجرب ولا سفر يا الله شاهد ما عيف لهم فشي قلنا عمي هاي شنو؟ سالفة حسين هاي قالوا لي أحسن هو قال لي هاي أحسن هو من بداية قال هاي أحسن وحدة هاي شو يسمونه؟ هاي 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 شنو هاي؟ هاي هاي شنو؟ أم علي أم علي منو؟ هاي سميها أم علي أم علي منو؟ هذا هذا الكيك ام علي شو بالله راوينه راح خلاص هذا الكيك ام علي شو اسم الكيك ام علي ام علي هاني بس بوسه بس بس بوسه فرنش توست فرنش توست لا والله ما اقدر استاذ نجربها عيب صعد يشك السكر كلش هاي شوكليت فاونتين والله والدين والله والدين الداعمين كل واحد جاي صفقه الامير 10 والقران 10 كيف الزينه رحم الله والديك على المواطه الزينه الايس كريم فرنش توست انا علي عشيلك كفو مني ان شاء الله يرزقك ان شاء الله عاد خلي سعدي عم فهد عم فهد مو قاعد اعتقد قاعد وياهم وانا والله ما ادري من وياهم هم زاد امير جد راح امير وحسوني باكر راح يرجعون للسويد
وانا اقدر احصر بيها سكري اليوم. هاني شفقاتك زينه هاني رحم الله والديك على الشفقات هاني. جبنا لهم تيست بس مو دخل ايس كريم طيب كليت حركات بركات مو رميت فيلد رميت سلك هذا مو صافيت خطيه برده اقول لكم بنات وشباب بارده هسه بالعراق بالليل لو شنو وضع الجو الجو يبرد لو لا لا هو رطوبة هو يعني خصو كلش باردة هاي بر هاي بارد والله قاعدة تفضل ايش عندنا اليوم شو نجرب وين زيد خلي زيد يشوف عشان يموت زيد وينك زيد زيودي على مودك زيودي طيب صوت هو شو هو شافني اللي ست ساعات هنا ترى هو شافني بس والله هاي بوم لك صمت صمت شوي شوي ابو اصلا ما يدري احنا ما عندنا هيك بالسويد بس والله ميك شيك والقران ميك شيك والله في الشدارك تضرب السكر عندك توديك المستشفى انكيدو اشيدك انكيدو على اساس ما سمعني ما اسمعي معاي عمود لا تموتي بسم الله عليك منورين منورين رحم الله ودي اجدد زيتيني مواطع على قد جاملتيني هم دعوتون بس احنا جايين نباع عليهم مثل الفقر هاي دا اشرب ماي يعني حتى مو بيبسي لك ياس ياس مين فاكين برو تسوي لازم بيران ودع لي اقول شو اقول الامير ما اقدر اقول الامير اي شيء رحم الله عليكم برت قلبي الله شاهد مدينه احنا ساكنين بيه ماكوج لا مدينه خاله ما سمعك هي بغداد هاي ما مش قد ما تريدين ما راح يسمعك ابدا لانه حساس الصوت قاسي تسمعني حسني شويه الله يساعدك يا معود حبيبي شو اخبارك ايش جاي تشرب كابتن رايد وقف الموسيقى شلونك شو اخبارك امير الله يساعدك اموري حبيبي باشا جاي اقولهم بس خلي يسلم علي اقولهم بس بيتش هذا خلي يسلم علي حبيبي الله يسلمك شوف باشا باشر نوصل ان شاء الله على نفس الطياره لا هذا وديت احكي لهم قول والله والله قلت له راح احجز نفس الطياره مالتك قال امير لا تجي بطيارتي قلت له ليش بس قال انا اذا تقدر تاخذ طياره احسن اخذ طيران انا راح اطلع بالساعه 3 بتركيش ايرلاينز وهو راح يطلع الساعه 3 وربع ببيجاسوس زين انا قلت له احجز بيجاسوس معاك قال لي لا قلت له احجز لك تركيش ايرلاينز معاي يقول لي لا قال احجز تركيش ايرلاينز انت احسن لك فحجزت البيجاسوس مالي سبع ساعات اركب طيارة بس رح نوصل نفس الوقت هو 10:05 انا ساعة 10 يعني نلتقي بالمطار كوبنهاجن 10 بالليل؟ هو اللي ما يريدني بطيارتي شو اسوي بعد؟ بس حلو ها؟ حلو شوف بالكوبنهاجن توصل انا اشوفك فوق فوق ايجي اسلم عليك ايجي فوق انا بسلم عليك فوق امشي يعني بالوحده يعني منها ايش والله سويت بيها بالوحده منها كلش بدهم صاحبي والله برد قلب الله يبرد قلبك
لازم يدخلون هنا. إذا نروح بالوحدة نطلع. عود هو سمعني سدى سوليج دباوع هو غير دباوع باتش الصعب ايش روح على الستوري ده شوف عم ربنا تاغد ولا امي ماما